مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. نارين بيوتي رجعت من جديد لتتفاعل على السوشيال ميديا من بعد غياب دام عدة أيام، فصرحت أن الغياب كان بسبب مرضها. فشاركت مبارحة فيديو جديد على يوتيوب كان بعنوان فاجأت أختي بعشرين هدية، وشاركت عدة ستوريهات أجابت من خلالها عن العديد من الأسئلة، واللي كان من بينها سبب عدم سفرتها للأردن وحضور مؤتمر كلام المدينة مع باقي اليوتيوبرز، وأجابت بي كنت تعبانة. وفي سؤال آخر كان أنت حتتزوجي؟ وأجابت نارين بي عن جد إيمت. وتفاجأنا مبارحة جميعا بالصلح المنتظر اللي كان بين كل من أنس الشايب وعمر أبو الرب من بعد لقائهم بالأردن بحفلة اختتام مؤتمر كلام المدينة. فشارك أنس هاللقاء من خلال هالستوريهات. يمين هذا مين انت شايفك قبل المرة؟ مين انت؟ شو بتعمل؟ شو محتواك انت؟ بنزل فايت مع كسر. تنزل فايت؟ عشو متكفى استجيبك في مزرقة. والله حسابك اخوي. شو رايك بالإيفنت؟ انت بصور على السناب قاعد، شو رايك بالإيفنت؟ يعني ما في حد بيعرفنا هون. شو بتعمل بالمبسوط بالإيفنت؟ جميل جدا الإيفنت. جميل. حر. شو رايك بتاج راسك انس الشايب؟ شو رايك بانس الشايب؟ شو رايك؟ طفي طفي يا اخوي. استنى لسه ما بتخلص. ولك لفي. ولك لفي. هات فوز. فين حساب بعدين؟ بعد الاكل. كيف؟ فهذا الصلح جاء من بعد انفصال أنس وبيسان، واللي أعلنوا عنه رسميا قبل أيام بعمل أنفولو لبعض على انستغرام. فمن قبل فترة ما شفنا أنس وبيسان مع بعض نهائيا، وعلى أمل أن يتم الصلح بينهم ونرجع نشوفهم مع بعض من جديد. أما قمر الطائي ومن بعد ما اختفت من على السوشيال ميديا لفترة بسبب زعلها بسبب فقدانها لحسابها على انستغرام واللي ما زال متبند لحد الآن، رجعت مبارحة بلايف على تيك توك. صرحت من خلاله أنها حتسترجع حسابها قريبا جدا وحيرجع بعد أيام قليلة. غير عن ذلك فقمر صايرة حديث الناس ببثوثها مع الممثل التركي المشهور عزت الملقب بي أوريجينال بمسلسل اسمعني اللي مكسر الدنيا هالفترة. فعدد كبير من المتابعين عم بيحبوا بثوثهم كتير مع بعض، فشفنا من بينهم هاللقطات الجميلة من البث. كمر 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 الله الله عزت دكتت الله 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 بني عزت. اسمعي يقول انا ما قاعد اسمع صوت كمر، خلنا نشوف شو صوت كمر. بليون بليون وضعك يا مهووس. سولفو يبي اسمع صوتك يا كمر. بيتول شيء ديجام أولي إشتا ندي ديجام ونطم أولي إشتا ونطم يمرين والله إنه رايح مع هوطي بس والله هزال هزال أحلى ها بو هزالتك كل بواري كيف مع سارة ومع قمر نايف لا تشبكم خلاص والله زعل هذا معلش والله بدون ما أشبكم كل شيء واضح مزح يا قمر لا تزعلين لا عادي لا تكوني حساسة مزح ماني قصدي تقبلين أورجينال قصدي عزة كل ما تنسي نمرين نديو ترى نديو يا ديكي تان. غير عن ذلك فالمتابعين عم يتمنوا لقائهم ببعض، خاصة لأنه قمر مقيمة بتركيا. ففي أخبار على أنهم خطين يلتقوا ببعض مع اثنين تيك توكرز عرب مقيمين بتركيا في الأيام القادمة. فشو رأيكم بهذا الخبر؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.